الو، اتفضل. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ والله بخير يا حيل. حضرتك سني ولا شيعي؟ الحمد لله شيعي. الله اكبر، الله اكبر. طيب يا عم الحاج، ده انا بدور عليك من الصبح. الان انا في اولى خطوات التشيع، فعايز اتمسك بالثقل الاكبر. فلما قرأت لقيته ان هو قرآن صامت، وان الائمة عليهم السلام القرآن الناطق. فانا محتاج دلوقتي تفسير. بص، اشرب سجاير براحتك، دخن براحتك. الوليد اسماعيل اللي كان بيقول لك ما تدخنش وبتاع، عفر براحتك، وطلعها مع القرآن، وطلعها مع اسم النبي، وبرص براحتك. التدخين هنبقى نشوف بعد كده حرام ولا حلال. المهم ان انا دلوقتي عايز تفسير اطمئن ليه من الثقل الاكبر اللي هم اهل بيت النبي عليهم السلام، عشان اقرا القران ده وانا مطمئن ليه. يعني اين التفسير؟ بس سؤال، اول مره خلنا اسالك، انت تشوفك شيعي انت لو لا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه الولايه، الحمد لله. اسالك، الحمد لله، تفضل. لماذا النبي محمد هل اذن وصاح اشهد ان محمدا رسول الله بالاذان؟ أشهد أن لا إله إلا الله موجودة في الأذان، وأشهد أن محمدا رسول الله موجودة في الأذان، نعم. النبي بنفسه صعد على مكة وصاح أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت عندك دليل على كده ولا بتسأل؟ يعني أنت سؤال بس، أنت عندك دليل على كده ولا بتسأل؟ وأنا أريد أسأل أنا، غير تشيع تقول، أنا أريد أشوف تقول شيعي لا. انا ما اعرفش، يعني هو لو عندكم ان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال اشهد، او على المأذنه وقال اشهد ان لا، اولا زمان ما كانش في مأذنه، كان في بتاع عاليه كده بس مش مأذنه. المهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واخد لي بالك، ما فيش مشكله عندكم. لو ما فيش مشكله عندكم قول لي ما فيش مشكله. لا لا، حاول تعلمني انا يا جماعه، انتوا برضه مش واخدين بالكم من حاجه، يعني حاول تعلمني. انا لسه راجل في اولى ابتدائي، ده انا كيجي كمان، مش اولى ابتدائي يعني، انا لسه كيجي. بس انا شوي علي، عندما سالك من الساعه السني يقول لك يا عم سيبك من السني دي، الوهابيه دول ما تاخدش على كلامهم يا عم، الوهابيه دول ما تاخدش على كلامهم يا عم. انا دلوقتي انا بسالك انا دلوقتي لو جه وهابي، اسمعني بس، لو جه وهابي اسمعني بس، ما انت مش عايزين تقفوا جنبي ليه؟ سبحان الله. انا لو جه وهابي دلوقتي وسالني، قال لي يا وليد اسماعيل، بما انك انت راجل دلوقتي تشيعت، تمام، من اين اتيتم بالاذان الشهاده الثالثه في الاذان، او حتى في نطق الشهاده؟ اقول له ايه؟ من القرآن. جاوبه. منين بقى؟ من القرآن. الشهادة الثالثة من القرآن. عندك موسى وهارون وعبد من عبادنا. انت تعرف هيقول لي ايه؟ والله العظيم لو قلت له كده هيقول لي بش يا اهبل، والله هيقول لي بش يا اهبل. انا اصلا عارف وليد اسماعيل ده، والله لو انا بكلم واحد زي وليد اسماعيل يقول لي بش يا اهبل، هي فين فين الشهاده الثالثه في الاذان؟ انت هتحرجني معاه. يعني انا لو دخلت بس اشرف غريب، لو دخلت بس اشرف غريب وقلت له ان الشهاده الثالثه موجوده في القران، هيقول لي يلا امشي، روح امشي وخد بطانيه. اه والله، شو سويت في شيء؟ هيبقى منظر مش حلو والله. هيقول لهم ادوا له بطانيه. لا لا، استنى جوابك يصفينا مجال. اي أيوة والله، يعني فين الشهادة الثالثة في الأذان؟ والله عندما النبي إبراهيم ماذا عصى ربه وما علمه وقال إني جاعلك للناس إماما، وبالصلاة شو نقول؟ واجعلني من ملة إبراهيم حنيفا ولا تجعلني من المشركين. إبراهيم جعلت إلى الإمامة والنبوة، ذكر بالصلاة، هل حرام علي لو لا؟ لا شيخ وليد، لا ده وهابي يا اخوان، مش معقولة مش معقولة مش معقولة مش معقولة
انت وهابي؟ لا مش معقول، مش معقول اكون شيعي. لا يا عم انت جاي تضحك عليا. انما وليكم الله ورسوله بمن نزلت. لا 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 انت جاي تضحك عليا والله. الشهادة الثالثة دي ده دليل على الشهادة الثالثة، انت جاي تضحك عليا. ما تستخفش بيا يعني، انا خليك في ظهري يعني، خليك واقف معايا سند ليا كتف بكتف كده، نستطيع ان احنا نقف قدام الوهابية. والله لو قلت الوهابي كده هيضحك عليا ويقول لي بالشهادة. اه والله العظيم. وسلام بقى لو رحت لأشرف غريب، والله ده مش هيديني بطانية بس، ده هيديني السرير كمان. لا 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 انتوا مش متشيعين، لا ولا شيعة، لا شك.